مسؤول حزبي مدينة طنجة طالب وزارة الصحة بفتح تحقيق في القضية ديال الشابة الطالبة اللي خدت اللقاح وماتت. شوفوا المحكمة ديال طنجة شنو عملت معه. سمعوا مزيان. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ يوسف بن الرئيساوي. أخبركم بأن المحكمة الابتدائية لمدينة طنجة قد حكمت علي هذا اليوم بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 10,000 درهم، لا لشيء إلا لأنني طالبت وزارة الصحة بفتح تحقيق حول وفاة طالبة تلقت التلقيح وماتت. فعوض أن تفتح تحقيقا في هذه النازلة فتحوا معنا تحقيق. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الإخوان والأخوات، كيف ما سمعتوا بودنيكم صوت وصورة، يعني هذا واحد السيد من طنجة مسؤول حزبي طالب وزارة الصحة أنها تفتح تحقيق في ملف ديال واحد الشابة طالبة اللي بعد ما أخذت اللقاح يعني ماتت مباشرة. إذن هنا كنظن أن من الواجب ومن المعقول أن يتفتح ملف ويتعاد النظر في هذا الشيء اللي وقع لهذه السيدة هذه، علاش ماتت مباشرة بعد أخذ اللقاح. يعني هذا الجست اللي دار هذه السيدة هذا كلفوا غرامة مالية 10,000 درهم وخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. يعني نهار اللي يدير شي حاجة أخرى غادي يجمعوا له ديك الحبس هذاك الموقوف التنفيذ مع الحبس الجديد إلى دار شي حاجة ماشي هذيك. طبعا هذه الوسيلة هذه ديال الزجرية هذه المفاد ديالها أنك تاكل الخليع وتكون عند راسك وما تكلم مصدر وسط فمك ودائما بقاي كتقول آه، سواء شفتي الأمور هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. المعقول والمقبول والمنطقي ان واحد السيده الشابه فريعة الشباب ديالها ماتت مباشره بعد اللقاح، المنطقي هو ان تفتح ملف او تفتح تحقيق باش نعرفوا السبب، لان احتماليه ان يكون النوع ديال اللقاح اللي تعطاها كان بريمي، او لا مثلا هذيك السيده كتعاني من شي مرض ماشي هو هذاك، عندها مرض في القلب ولا شي حاجه سبحان الله العظيم. لان الدنيا هذه يعني كاين ناس المعفيين من اللقاح وتلقحوا وماتوا، فاذا تفتح تحقيق هنا نعرفوا الحقيقه في كاين المشكل بالضبط ونرجعوا الحق لهذه السيده هذه، لان راه روح هذيك عباد الله، راه روح راه شابه فريعان الشباب ديالها في مقتبل العمر مشات وماتت. يعني ما كاين واحد السبب اللي خلاها تموت مباشره بعد اللقاح. يعني المنطقي هو ان تفتح تحقيق في هذا الملف هذا ونعرفوا السبب الحقيقي، ولكن لا، هما ما غاديش يفتحوا تحقيق في الملف ديال الموت ديال السيده، وما غادي يفتحوا تحقيق في الملف ديال السيد اللي هضر على حقها ويتعاقب ويتحاكم بخمسة أشهر سجنا موقوف التنفيذ بغرامة مالية 10,000 درهم اللي هي مليون. يعني هذه هي الوسائل الزجرية اللي كيستعملوها حاليا باش أنك تاكل الخليع وما تقدرش وما تكلم وتبقى غير ساكت. كان داك الشيء مزيان ولا ماشي مزيان أنت ماشي شغل، أنت سد فمك وصافي. هذه هي السياسة اللي خدمها لحد الساعة. كاين ناس أخرين اللي تم الحكم عليهم أيضا بشهرين وبغرامة مالية 10,000 12,000 درهم تقريبا، يعني من الناس اللي طالبوا يعني بالفتح تحقيق في دوسيات بحال هكا. يعني هنا كنفهموا بأن السياسة اللي خدمها لحد الساعة هي سياسة اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، ولا شيء غير اللقاح، ولا حليتي فمك هضرتي على اللقاح قلتي شي حاجة ماشي هي هذيك فأنت سوف تعاقب طبقا لمقتضيات ماذا الله أعلم. انت حنا يا نورمالمين تيم ملي كدير شي خطا كيقول لك تعاقب طبقا لمقتضيات القانون والفصل كذا وكذا وكذا وكذا، فانت تعاقب طن 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 طن. انا ما عرفتش منين جابوا القانون، حيت كاين اصلا ما كاينش قانون ديال العقاب على رافض اللقاح، ما كاينش قانون، ما كاينش قانون اصلا، ما مصدرش واحد القانون دولي مثلا ولا وطني، ان الموضوع جاي دولي، ان اللقاح هو دولي، منظمه الصحه العالميه قالت هو اختياري ماشي اجباري، كيبقى يعني كل واحد والاختيار ديالو. يعني انصح به المواطن ولكن ما تجبروش، والا ما بغاش اذا ما تقدرش تحكمه، لان ما كاينش واحد البند ولا واحد القانون ولا واحد المسطره اللي تقدر تحكمه بها. فهنا حنا عندنا في البلاد كنتحاكموا وكنتغرموا غرامات ماليه الا كنا كنقولوا لا، او كنا كنقولوا كنطالبوا بشي فتح تحقيق، او لا كنا رافضين للقاح. فهذا الشيء اللي كيقول المثل المغربي الشهير، إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. هذا هو المقولة الصحيحة اللي ممكن أن نقولها في هذا الفيديو، ما دمت في المغرب أو لا، إذا كنت في المغرب يعني كتقال في صيغ مختلفة، فلا تستغرب، كل شيء ممكن يحاكموك ويعاقبوك ويغرموك على واحد الحاجة أصلا ما كاينش واحد القانون، وكتحاكم طبقا لمقتضيات ماذا الله أعلم.
ملي شفت انا هذا الفيديو بقيت غير كنشوف كنفكر غير بوحدي كنقول تمت المحاكمه ديالو تبقى لي مقتضيات ماذا مثلا؟ يعني احنا كل جريمه عندها واحد الموند ديالها وعندها واحد الفصل ديالها اللي كتحاكم على كل حاجه، ولكن السيد هذا تبقى لي مقتضيات ماذا؟ علاش كتحاكم يعني شنو طالب وطالبوا بفتح التحقيق؟ يعني واش نضحك واش نبكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل كما قال السيد هذا. يعني اشياء تدعو الى الاستغراب وتدعو الى التامل، وحنا في العز ديال الازمه، الناس كتغوت، ارتفاع الاسعار، الجوع، الغوت، الناس ما لاقيه ما تاكل، الناس تقهرات، تازمات، وحنا عاد باقي غادي نبقى نحاكموهم الى قالوا يديروا الباكونه ما يديروش الباكونه، يطلبوا بتحقيق ما يطلبوش بتحقيق، عاد باقي حنا في هذا الشيء هذا كامل. واش حنا فين؟ وحنا فين حنا وفين غاديين؟ ما بقيت فاهم والله صراحه، والله ما بقيت فاهم حتى شي حاجه. طبعا هذا الشيء هذا ما خصكش تتكلم عليه، ولكن كيفاش غادير ما تتكلمش عليه؟ الناس اللي كيقول لك لا خصك تتكلم على بلادك مزيان، يا مي غوشطاريه ما كرهتش نبقى نهضر على بلادي غير مزيان غير بخير بخير بخير، ولكن كيفاش غادي ندير مثلا؟ نبقى نجيب غير من راسي ونقول حنا مخيرين. المغرب مقلوب، البارح بالليل الشعب المغربي ها جميع المدن المغربيه خرجوا للتظاهر كيغوتوا بالليل والروينه الكحله، كيرفضوا السياسه اللي كتفرضها الحكومه المغربيه ديال الارتفاع المهول للاسعار للفقير المغرب على امره ما بقاش كيلحق حتى الخبز، تاك الخبز اللي كنهضروا عليه ما بقاش كيلحقها، وغادي نقولوا حنا زوينين وبخير من لين؟ كيفاش زعما غادي نكذبوا على راسنا نبقى نخترعوا شي حوايج ما كاينينش؟ فعلا كنشوفوا التنميه وكنشوفوا الاستثمارات وكنشوفوا بزاف ديال الامور اللي كتبشر بالخير، ارض الواقع ما كيبانش داك الشيء. ارض الواقع شنو هو؟ هو المواطن خصو يلمس ديك التحسن ديال بلادو، ديك التنميه اللي كتعيشها بلادو، ولا ديك التقدم، ولا ديك النمو الاقتصادي اللي كيتكلموا عليه اللي ترفع المغرب زاد ثلاثة ديال النقاط، ولا داكشي كامل اللي كنسمعوا ديال الدرجات اللي كنطلعوا. المواطن البسيط العادي ما كترجعش عليه ديك الشيء اللي كنسمعوا، هو خصو طبعا خصو يرجع عليه داكشي اللي كنسمعوا. الا رجع المواطن المغربي واحد شويه ديال الرفاهيه غير شويه، فغنفهموا بان السياسه ديال البلاد اللي غادا بها البلاد يعني اخر المطاف داكشي اللي كنخدموا عليه كامل كيرجع بالنفع على المواطن المغربي ولو بواحد النسبه قليله جدا، واخا ماشي بزاف، واخا غير شويه، يعني قليل مداوم ولا كثير مقطوع. هادشي اللي ما كنلمسوش حنايا في ارض الواقع. البلاد غادا كتقدم، كتشوفها كتقدم، ولكن الجوف ديالها الفقر المدقع باقي معشش، يعني باقي الناس ما لاحقينش لا الكماليات ولا حتى الضروريات. دابا الناس كتغوت، دابا الناس اللي خرجت تظاهر في المغرب علاش كتغوت على الزيت والطحين والسكر والمازوت، المواد الاساسيه اللي كتحتاجها في الحياه اليوميه، يعني ماشي على الرفاهيه. ما كيهضرش ما خارجينش يغوتوا على اللحم غالي ولا الحوت غالي والدجاج غالي، خارجين يغوتوا على الطحين والزيت والسكر، يعني شي حاجه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. غير خليني ساكت وصافي. بينا الفيديو ولكم التعليق، انتظركم في التعليق. ما رايكم فيما يقع في بلدي الحبيب؟ تحية لكل محبين قناه كريم كسر اينما كنتم، ورحب بكل مشترك جديد، كنشكركم على المتابعه حتى الاخير ولايكات الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.